بيبشروك بالخراب والإفلاس، فإذا برأس الأفعى ترتجف هلعاً، والسبب أزمة الديون الأمريكية. ما بين التهويل والتهوين هتضيع الحقيقة، وكل طرف هيوظف الأزمة في أجندته السياسية. ولكن هذه الحلقة للحقيقة، مش هنضحك عليك، لأننا في زمن الحقيقة في متناول الجميع. هل هناك أزمة فعلاً في أمريكا؟ وهل هي أزمة اقتصادية أم مجرد عراك سياسي بين بايدن والمعارضة الجمهورية؟ هل تحضر أمريكا لصناعة أزمة اقتصادية عالمية جديدة؟ هل هناك فقاعة للدولار؟ أم أن قوة العملة الأمريكية في العام الماضي وهستيريا رفع الفايدة الأمريكية أثبتت للعالم أن فقاعة الدولار هي الأخ الرابع للمستحيلات الثلاث؟ تحضروا لدقائق من الحقائق الخالصة بدون فلاتر الإعلام الموجه أو جهل الصحافة التي أصبحت في خبر كان. عشان ما تحكش عليكم لا نهون ولا نهول، إيه مشكلة أمريكا الفترة دي؟ النظام الأمريكي في حد أقصى للديون، الكونجرس بيضعه للحكومة ولا يمكن للحكومة أن تتجاوزه، وإن تجاوزته يعني اقترضت أعلى من الرقم ده، لا يحق للحكومة إنها تدفع الديون دي إلا لما الكونجرس يرفع سقف الديون، يعني هيبقى في عجز أمريكي عن سداد الديون. الديون الأمريكية زي ما الرئيس جو بايدن قال يعود بعضها إلى 200 سنة، يعني من قبل الحرب العالمية الأولى والتانية والحرب الباردة، يعني من قبل ما تبقى أمريكا دولة عظمى. بس ده لا يساوي أكتر من 5% من الدين الأمريكي اللي تخطى اليوم 31 تريليون دولار أمريكي. بس دي حقيقة لازم نفهم منها إن الدول الكبرى قبل الصغرى بتعيش وتتعايش بالديون اللي عليها، مفيش دولة بتصفر عداد الديون. علشان جاهل الاقتصاد اللي مقعدك قدام عداد الديون المصرية واللي بيقولك العداد ده لازم يتصفر ويبقى صفر، كل ده كلام ملوش مكان في الاقتصاد. الدول بتعيد جدولة الديون أو بتحولها إلى استثمارات أو بتمددها، ولكن فكرة أسحب كل فلوسي وأقعد أسدد في الديون دي محدش بيعملها في العالم أجمع. الديون الخطرة واللي جاء موعد سددها ولا يمكن أن تتحول إلى استثمارات هي اللي لازم أسددها وبس. وللعلم ديون مصر بالنسبة للناتج القومي حوالي 80%، بينما ديون أمريكا بالنسبة لناتجها القومي وصل 110%. الحكومة في أمريكا بتبقى برئاسة رئيس الدولة لأنه ما عندهمش رئيس وزراء، والنظام هناك مش برلماني ولا رئاسي برلماني ولكن رئاسي صرف. علشان كده الرئيس جو بايدن هو اللي مشتبك مع الكونجرس في الملف ده. أزمة سقف الديون الأمريكية دي هي الثالثة في تاريخ أمريكا، حصلت مرتين في سنوات أوباما، الأولى سنة 2011 والثانية سنة 2013، يعني مرتين في زمن أوباما ومرة في زمن النائب بتاعه لما بقى رئيس. وبكده نكتشف أن جناح أوباما في الحزب الديمقراطي هو أكثر من اقترض في تاريخ أمريكا، وده أمر مقصود. زي ما شرحنا في حلقات سابقة، رفع الفايدة كان مقصود علشان يتم التغطية على الديون الأمريكية، وفي نفس الوقت السماح لشبكات مصالح اقتصادية دولية بيشتغل عندها أوباما وبايدن اللي هم مجرد موظفين عندهم، إنهم يشتروا أذون الخزانة الأمريكية بسعر فايدة مرتفع وتمتلئ خزائنهم بأرباح الفايدة الأمريكية المرتفعة علشان يعوضوا خسائرهم في سنوات الربيع العربي وصعود الترامبي. البي بي سي، هيئة الإذاعة البريطانية، في تقرير ليها قالت بالنص إن تخلف أمريكا عن سداد ديونها سوف يصنع أزمة اقتصادية جديدة تسمى أزمة الديون العالمية. الأزمة الجديدة في أمريكا ليها شق سياسي، وهي خلاف بين إدارة ديمقراطية وكونجرس جمهوري، وعادة بيحصل اتفاق في اللحظات الأخيرة والكونجرس بيحصد اللي هو عايزه. مفيش رئيس أو برلمان هيقبل على بلده إنها تتخلف عن سداد الديون بل وتصنع أزمة اقتصادية عالمية، إلا إذا دي اللي أنا خايف منها، إنه يبقى فيه اتفاق بين الحزبين الكبيرين مع شبكات المصالح الغربية اللي بتدير الغرب من خلف الستار على صناعة أزمة اقتصادية عالمية جديدة، ونبقى قدام مجرد فصل جديد من لعبة رأسمالية الكوارث. خلينا نتفق إنه أمريكا بلعبة رفع الفايدة لمت مكاسب ضخمة، وبدل ما تدفع اللي عليها من ديون تعمل أزمة عالمية،
وقتها العالم المتضرر من الحرب الأوكرانية ومن العقوبات الغربية على روسيا ومن هستيريا رفع الفايدة الأمريكية هو اللي هيتأثر أكتر. العالم ده اللي لسه لم يستفيق بعد من أزمة وباء كورونا والإغلاق الكبير سنة 2020 والأزمة المصغرة للأسواق الناشئة عام 2019. يبقى أمريكا أخرت دفع ديونها وصنعت مشكلة جديدة للاقتصاد المنافس ليها. ما هو الأزمة العالمية طالما مش هتضرب أمريكا وهتضرب اقتصاديات آسيا وعلى رأسها الصين والهند أو أوروبا وبريطانيا والأهم الأسواق الناشئة وعلى رأسها مصر، تبقى بالنسبة لأمريكا مش أزمة عالمية إنما أزمة للأسواق والاقتصاديات المنافسة ليها أو اللي من المحتمل أن تنافس الأجندة الأمريكية لو تثابت التجارب الاقتصادية دي تكمل وتكبر. أمريكا هتستفيد إن ديونها هتتأخر وهتتجدول ومش بعيد تتلقى مساعدات جديدة من شبكات استثمارية عالمية، والعولمة الأمريكية تنتعش وتقدم فكرة إن الدول الوطنية بتنهار وعلى الجميع أن يستمع إلى نموذج العولمة اللي زي أمريكا. الأزمة قد توفر الخروج الآمن لبايدن وشلته من البيت الأبيض، وحتوفر المناخ الآمن لعودة الجمهوريين للبيت الأبيض بس بشرط إنه ما يبقاش دونالد ترامب. ده سيناريو صعب أو مستحيل صحيح، بس زي ما شرحت لك الخفايا السياسية للأزمة وإنها مش اقتصادية وبس، برضو لازم أشرح لك احتمال 1% اللي ممكن يكون بيدور في أمريكا دلوقتي. طيب أمريكا بتقترض ليه ومن مين؟ أمريكا بتقترض علشان تكسب شبكات مصالح عالمية هي المتحكم الأساسي في الغرب. المتحكم في الغرب مش حكومات الغرب ولا ماسونية ولا صهيونية، إنما شبكات تجارية عظمى وكبرى من حوالي 800 سنة اختارت إنها تبقى خلف الستار ولا تحكم العالم بشكل مباشر. وفي نفس الوقت أمريكا بتقترض علشان تصرف على مشاريعها الاستعمارية وحروبها العبثية، علشان الأمريكان عايزين يفضلوا هم الوكيل الأساسي والحصري لشبكات المصالح دي، وتفضل أمريكا هي المنفذ للنظام العالمي وتبقى العولمة أمريكية خالصة. أمريكا بتقترض علشان صناعة الإسلامويين، علشان صناعة الفوضى الخلاقة، علشان إسقاط نموذج الدول الوطنية، علشان تمنع صعود أوروبا والصين وروسيا اقتصاديا وعسكريا، علشان تطوق الحليف والصديق بريطانيا. إنما أمريكا عمرها ما اقترضت علشان تعمل مشروع قومي أو وطن. لوس أنجلوس اللي بتعتبر من أهم مدن ولاية كاليفورنيا اللي بدورها هي أهم ولاية أمريكية وبتصرف على نصر ولايات الأخرى، وصل عدد المشردين فيها في الشوارع لرقم قياسي. التبرع ببقايا الطعام بقى بيزنس وبقى له جمعيات خيرية ونشطاء حقوقيين في أمريكا، زي الحال مع الجيش الأمريكي بالظبط. الجيش الأمريكي آخر مرة حارب فيها من أجل الدفاع عن الأمريكان كان في الحرب العالمية الثانية، إنما حرب الأمريكان في أفغانستان والعراق وقصف اليمن والصومال وباكستان والسودان وسوريا ولبنان وحتى حرب فيتنام كلها كانت حروب لصالح شبكات المصالح الدولية أو قادة العولمة، إنما المواطن الأمريكي وحتى الجيش الأمريكي أو الأمن القومي الأمريكي لم يكن بحاجة إلى هذه الحروب أو تلك العمليات العسكرية. طيب إيه الحل مع السيرك الأمريكي ده؟ رغم إننا لا نتمنى الشر للشعوب فنحن أهل الخير والحضارة، ولكن إحنا بنناقش سلوكيات حكومات. أنت عندك حلين والاتنين من جوه أمريكا، إنه التوتر المجتمعي والطبقي والعرقي الأمريكي ينفجر ويحصل تقسيم للولايات الأمريكية، وده أمر مش مستبعد، ده حتمية تاريخية لكيان زي أمريكا. والسؤال ليس هل يمكن أن يحدث، ولكن السؤال هو متى سوف يحدث ذلك. والحل الثاني هو انفجار فقاعة الدولار، لأنه وبكل الصعود اللي حصل للدولار الأمريكي الفترة اللي فاتت ولكن تظل فقاعة لأن الفيدرالي الأمريكي بيطبع بدون غطاء من الذهب. أمريكا لما كشفت للعالم أوائل السبعينيات أنه مفيش غطاء للذهب للدولار الأمريكي وباعت كل وعودها اللي وعدتها للعالم في الأربعينيات بأن الدولار له غطاء من الذهب، خرج الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون وقال كلمة مهمة بقت مبدأ نيكسون دلوقتي في قواميس الاقتصاد الأمريكي، إن الدولار الأمريكي بيستمد قوته وقيمته من قوة أمريكا نفسها ودورها واعتماد دول العالم عليه. علشان كده أمريكا مصممة تبقى رقم واحد على مستوى العالم ولو على حساب الأمريكان ومعاناة شعوب العالم، علشان تفضل فقاعة الدولار في أمان. متى انفجرت سوف ينفجر الاقتصاد الأمريكي والعالمي، وسوف تتفكك الولايات المتحدة إلى جمهوريات أمريكية متفرقة. العالم لما بدأ يستغنى عن التعامل بالدولار
هو في واقع الأمر بدأ يتأهب لانفجار فقاعة الدولار، بل وفي اللحظة اللي العالم حيدرك فيها إنه بقى في مأمن من غياب الدولار عن الاقتصاد العالمي، فإن هذا العالم هو من سوف يفجر فقاعة الدولار بنفسه. ومن هنا تيجي أهمية التبادل التجاري بين روسيا والصين بالعملات المحلية، وبين مصر والإمارات والسعودية وقطر من جهة، مع روسيا والصين والهند وأوروبا وبريطانيا من جهة أخرى، كما هو مخطط له في السنوات المقبلة. حفظ الله مصر من أزمة الديون الأمريكية وفقاعة الدولار، وجعل مصر كما تستحق أمة عظمى بين الأمم.